ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عبر السفير ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب عن شكره للمغاربة وسعادته بمقامه بينهم وبحفاوة الاستقبال الذي قال إنهم خصوه به يوم وصوله إلى المغرب عقب قرار استئناف العلاقات بين البلدين. وقال غوفرين مخاطبا المغاربة في كلمة ضمن فيديو بثه على اليوتيوب ألقاها باللغة العربية الفصحى: يشرفني أن أشغل منصب الدبلوماسي في بلد مهم مثل بلدكم الذي سبق أن زرته قبل 10 سنوات لأول مرة في حياتي. ثم أضاف: أرضكم أرض مباركة، ولن أنسى أول يوم لي هنا في المغرب، استقبلتموني بحفاوة وقلتم لي الدار داركم. كما أثنى غوفرين كثيرا على ملوك المغرب، ذاكرا الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني والملك محمد السادس، مشددا على أن الشعب اليهودي سيذكر دوما أن السلطان محمد الخامس حمى الطائفة اليهودية في المغرب من نازية هتلر، وأن الملك الحسن الثاني كان حريصا على الإبقاء على صلة الرحم بين المغرب واليهود حتى بعد رحيلهم، وساهم في إقناع الرئيس المصري الراحل أنور السادات على عقد اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل. فيما لا يقل جلالة الملك محمد السادس نصره الله شجاعة وتسامحا عن جده ووالده، لذلك كان 10 ديسمبر 2020 ليس فقط يوما للإعلان عن قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، بل أيضا يوما يجسد تفرد وتميز المملكة المغربية الشريفة شعبا وملكا وحكومة. يحلم سفراء العالم بالعمل فيها. لماذا؟ الأمر بسيط، لديكم أجمل منظر غروب في العالم، شاهدته في صحرائكم مدينة شاون الزرقاء، تصنف واحدة من أجمل 6 مدن في العالم، ومراكش الحمراء لا تزال تحمل سحر التاريخ، والمطبخ المغربي من أشهر المطابخ في العالم، حتى الكوسكوس يعرف عالميا إنه مغربي، ولباسكم القفتان المغربي والجلابية من أشهر أزياء في العالم، وأنا سعيد بارتداء هذا الجلباب المغربي الأنيق. لديكم طبيعة ساحرة، الجبل، الشمس، البحر، المحيط، الثلج، الصحراء والسهول، كل هذا في مكان واحد اسمه المغرب. وفوق كل هذا، الشعب المغربي معروف في العالم بأنه شعب كريم، مضياف، ودود ومتسامح. منذ 3000 سنة واليهود يعيشون على أرض هذا البلد الآمن. أرضكم أرض مباركة، ولن أنسى أول يوم لي هنا في المغرب، استقبلتوني بالحفاوة وقلتم لي الدار داركم. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.